إيقاع الفتى القط الرائع. هذه الأعلام للموكب الاستعراضي غداً تبدو مذهلة. أجل، أحب المواكب الاستعراضية، صحيح كونال؟ أوه، أجل، خاصة حين أقوده بطبلي، أنا قارع طبول بارع. لنتمرن الآن. أوه، ما يزال طبلي في كوخ الآلات، لكن يمكنني فعل ذلك. 1 2 3 4، 1 2 3 4، يسار، يمين، دورة، عودة، اعكس الحركات. لا، مهلا، يسار، لا، يمين، بالعكس. انتبهي. أنتما بخير. أجل، إنها فوضى، لو كان طبلي معي ما كان سيحدث ذلك. هاي، لماذا هذه العوامة مغطاة بالطلاء الأرجواني؟ آثار أقدام محاربي النينجا. واتصلوا إلى كوخ الآلات الموسيقية. لا، طبلي لقد اختفى. علينا أن نعرف ما الذي يخطط له. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموت والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. أمر، هيا. برج الحافلات مرتفع. أيها المقنعون، أليست ليلة رائعة لركن الحافلات في المتنزه؟ نينجا الليل، ما حاجتك إلى تلك الحافلات؟ أعدها حالاً. لا أعتقد ذلك، رحبوا بحصن الغضب خاصتي، أفضل مقر على الإطلاق. المعذرة، لكن مقرنا هو الأفضل على الإطلاق. أعد الحافلات المدرسية إلى مكانها لينتقلها الطلبة. أجبروني، سأطير إلى هناك لألقي نظرة عن كثب. جناحي خارقان. محاربي النينجا، لنستقبل الفتاة المزعجة الطائرة استقبالاً صاخباً. حسم الأمر نينجا الليل، سنقضي عليك. المعذرة، هل قلت شيئاً؟ الجلبة في حصني منعتني من سماعك. الدفاع بالأبواق قوي جداً، علينا تزويد مقرنا به. لماذا؟ لا نحتاج الصخب، لدى مقرنا سبل كثيرة لردع النينجا. رفيقاي، لنستخدم مركباتنا لوضع حد لحصنه. هذا ممكن، أو بإمكاننا استخدام مولد ضجيج لنوقفه. ولكن امتلاكه لواحد لا يعني أننا نحتاجه. إلى سيارة القط. متى ستعترفون بروعة حصني أيها المزعجون؟ هيا اعترفوا، قولوها. مستحيل، سوف نستعيد الحافلات. أيها القط، سأقوم بإخلال توازن سائر الحافلات بضربها. فكرة سديدة زاحف، وسأحرص على ألا تتضرر. كذلك؟ طبعا، إنه سوار جميل، لكن أهو أفضل من هذا؟ قط وهو أزرق. شكراً لك، لكن علينا معرفة صاحب الأثر الذي وجدناه، إلا إذا كان معكما شيء آخر. أظن أنني أحمل. انتظر، أحتفظ دائماً بوجبة خفيفة وهي المفضلة لديك. الخوخ. لا شيء يضاهي الخوخ. فعلاً، يمكنني التفوق عليها. لدي شيء آخر لك. حقاً؟ ما هو؟ أوبس، أفسدت طبعة القدم، لكن التذاكر سليمة. لا تقلق، سنجد شرير الليل ذاك بطريقة أخرى. أجل، مؤكد، سنركب طائرتي للبحث. رائع، المزيد من الهدايا؟
أحدهم يستعمل مايكروفوناً. قفزة القط الخارقة! الحية الخارقة! قبضة الزاحف الخارقة! هناك! بريق ميكروفون الذهبي يدفع تفيل الغناء. لا 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 يا للهول! الفتاة لونا أخذت الميكروفون الذهبي لتقيم حفلتها الخاصة، والعثت ترافقها في الغناء. سوف أستعيده الآن. إن قام أحدكما بشيء مذهل لمساعدتي سأحسم أمر التذكرة الإضافية. سوف أرافقك. هذا ما يفعله الأصدقاء المقربون. ماذا؟ تخفي الزاحف الخارق. انطلق بسرعة. واو، الجميع يريدون ركوب اللعبة لأنها أسرع لعبة في العالم كله. هيا لنلقي نظرة عليه. هي سيداتي سادتي، أيها الفتية والفتيات، قطار الملاهي الطيار أمس الآن مختفيا. أين القطار؟ كيف له أن يختفي؟ كنت متشوقة بشأن الطيران. كيف يمكن لقطار كبير أن يختفي؟ القطارات تسير على السكك، صح؟ ثمة منعطفات وحلقات دورانية، وهذه السكة لا تزال مغلقة. كيف له أن يخرج عن السكة ويتابع مساره؟ انظرا، كانت هناك سكك أخرى للقطار لكنها اختفت. سكك قطار تختفي؟ هذا من صنع أشرار الليل. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارهم. نعم، يتحول غريغ إلى زاحف. نعم، يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى بوما. المقنعون الصغار، هيا هيا أسرع إلى طائرة البومة. انتظري أيتها البومة، إن كنا سنتبع تلك الآثار علينا البقاء على الأرض. حسنا، معك حق، ولكن أردت أن تركبها فقط. حسنا، إذا هيا إلى سيارة القط. أنا سأفعل. لكنني لا أشعر بالحر. لا بأس، لكن المرح يفوتك. أنا قادر. ماذا جرى؟ ما الذي يجري؟ ماذا لو لم تنحسر هذه السحب ولم نلعب ألعاب الصيف مجدداً؟ اطمئني، لن يحدث ذلك. علينا اكتشاف مصدر السحب الغريبة. لنتبع الخرطوم. يتصل بالخزان الذي يحتفظ بمياه المرشات، لكنه فارغ الآن. ماذا كانت السحب السوداء تفعل في الخزان؟ من وضعها هناك؟ عثة، هذا يعني الفتاة لونا. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. نعم، يتحول غريغ إلى يتحول كونر إلى الفتى القط.
المزيد من السحب، علينا إيجاد الفتاة لونا. لنلقي نظرة أخرى على خزان المدينة. أفراح! من هذا الشاب؟ وماذا بشأن وقت السرد؟ لم يتبقى شيء لقراءته. لقد اختفت كل القصص، لا توجد إلا صورة لروميا. سنوقفه أياً كان ما يضمره، وسأستعمل حركات فلاسي فلاش. فلاسي فلاش أرجلي دمري. أوبس، بوسك استعمال بعض من حركاتك الخاصة. لا تقلق، سأجيدها قريبا. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارك. يتحول غريك إلى صاحب أجل. يتحول كونر إلى الفتى الطيب. تتحول أمايا إلى روما. حان الوقت كي نعثر على روميو. رائع، لنستعمل طائرة البومة، وسيكون بوسعنا البحث عنه من أعلى. بومة. أعتقد أن البومة منشغلة ولا تريد الطيران، لنستقل سيارة القط. أيتها البومة، أتوق لاستعراض حركات فلاسي فلاش. يوهو. تحسب نفسك ظريفا يا أحادي القرن، أليس كذلك؟ لكني أعرف شخصا أكثر ظرافة. شاهدوني وأنا أحصل على حقيبة نفاثة. الحقيبة نفاثة؟ لما تريدها؟ أتعتقد أنني سأمشي في المكان بينما أحكم العالم؟ مستحيل، بل سأحلق في الأرجاء. أو كما أنني سأنفث الروائح الكريهة عبر مداخن البيوت كلها باستعمال جهاز نفث الروائح. سينشغل الجميع في محاولة إزالة الروائح الكريهة، ولن يتمكن أحد من منعي من الاستيلاء على العالم. ستكون هذه كارثة. يا صديقي، علينا أن نوقف قفازي الملاكمة. قفزة القط الخارقة. وأنا سأحجب الرؤية عن روميو. أنت ماذا تفعلين؟ ستعرف فورا روميو. ماذا؟ والآن سأقضي عليك بلمسة بسيطة لإعادة تصميمك. عضلات الزاحف الخارقة. زاحف احذر! بدأ ينزلق! قبضته السحرية الخارقة! رائع! انظراه! يمكن تحويل هذه القطعة التي من الجرافة إلى عصر قفز رائعة! إنها عصر قفز كبيرة! سأصلح جرافتي وأريكم أيها المقنعون الصغار! الزينة كانت جميلة وكثيرة! لا يمكنها أن تختفي، لابد أن أحدهم أخذها في الليل. كيف لأحدهم أن يصل للأعلى؟ إنها مرتفعة. سنكتشف ذلك، ولكن بدون زلاجات الجليد. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارك. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى بومة.
يتحول غريك إلى ساحر. من أخذ الزينة صعد للقمة ونحن بحاجة لبلوغها. هيا إلى طائرة البومة. انظرا، إنها الفتاة لونا. يا إلهي، إنها تسرق هدايا الجميع. عيد الميلاد غدا، ولن يجد الناس هدايا ليفتحوها. الجميع يسرقون ويسقطون، لكن هذا يحدث في نهاية الشارع فقط. ما الذي يجري؟ سنكتشف الليلة. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. جل. يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى بومة. نعم. يتحول غريك إلى ساحر. مركبة الزاحف تلتصق بأي شيء، إنها مناسبة للجليد. ماذا عن مركبة على طائرة البومة؟ سنرى كل شيء من الأعلى. فكرة جيدة أيتها البومة، لكن فكرة مركبة الزاحف كلا، ربما هما على حق. هيا أيها الزاحف لننقذ الموقف. لأن الفراشات مملة. لا، إنهم يغادرون لأنهم غاضبون. الفراشات اختفت. حقا؟ أين ذهبت؟ هذه ليست فراشة، إنها عزة. لولا. حتما هي من أخذت الفراشات. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بومة. نعم. يتحول غريك إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. هل نبحث عن فراشات بالفعل؟ أجل، وهي تطير، لذا نحتاج لمركبة طائرة. هيا إلى طائرة البومة. you
تأخذون الفراشات، لما لا تأخذوا شيئاً رائعاً وقوياً كالأسد؟ النذرة الثاقبة. أمايا، مرر القرى، أنا وحدي. أين صفارتي؟ الوقت انتهى وفريق أمايا الفائز. ماذا؟ أجل! نجحت يا أمايا، نجحت. أنا الفائزة، فائزة، فائزة، فائزة. واو، شعور الفوز رائع. كانت ضربة حظ أمايا. يمكنني فعل ذلك مجددا لنلعب ثانية. أنا الفائزة، فائزة. أرأى أحدكم صفارتي؟ صعب أن أكون حكما بدونها. سنبحث معك. ليست هنا ولا هنا. من أخذها؟ عدة؟ لونا كانت هنا. ربما هي أخذتها، لكن لماذا ستريد لونا صفارة؟ لا أعلم، لكن حتماً هذا لن يكون جيداً لأي أحد. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. نعم. يتحول غريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى لا أريد إلقاء قصيدة أمام الجميع أبداً. واو، ما ذلك الشيء؟ ما الذي يجري؟ هي، أصبح صوتي خافتاً، لكن علي إلقاء قصيدتي غداً. لا صوت. ماذا تفعل غريغ؟ انتقل صوتك إلى هذا الصندوق؟ شرير ليل واحد يصنع آلة كتلك. روميو، المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى بوما. يتحول غريغ إلى المقنعون الصغار. لنركب سيارة القط، إنها الأسرع. ستستعيد صوتك قريبا. أذنا القط. من هنا. آسفة، لا تغضب، فالمعلم فانك لا يغضب أبداً. أعلم ذلك، أعلم كل شيء عن المعلم فانك. أنا لا أفوت برنامجه. أجل، يدهشني أنه لا يغضب أبداً. علمني كيف أكون بطلاً. مرحباً، أنا المعلم فانك. أحد ما سرق سيفي الليلة الماضية، وإن لم أجده فلن أتمكن من تقديم برنامجي. أحدهم سرق سيف المعلم فانك؟ لا بأس كونر، سوف نستعيده. سنفعل بالتأكيد، لن يفلت الفاعل بفعلته. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة،
حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. نعم. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. حسناً، لنعثر على السيف. انتظر، لنبحث عن أدلة. نحن نضيع الوقت. مهلاً، انظرا هناك. جيد، لنقترب أكثر. أثار أقدام محارب النينجا، لننطلق. هيا. يبدو غاضباً جداً لسرقة ذلك السيف. أذنا القط. لا، ليس أنا. أسمع شيئاً. رجل آلي. عرفت أنه روميو. لا تقلقا غريغ وأمايا، الفتى القط سينقذكما. أذنا القط. أين هو؟ حتماً فقدته في مكان ما. وجدته. أنا متأكد من أنه كان في جيبي. روميو، ماذا فعلت بصديقي؟ إنهما هنا، لكنهما يعملان عندي الآن. ماذا؟ البومة، الزاحف، ابتعدا عن روميو. لن نفعل. نحن نطيع روميو فقط الآن. هناك شيء غريب يحدث. الفتى. ليس هناك ما تراه. حقاً؟ لنحاول تسليط بعض الضوء على هذا اللغز. الكران. ماذا؟ غريغ، أمايا، أمسك بنا عندما كنا نلعب خارجاً. كان ذلك سهلاً من دون قواهما الخارقة. ولكن في هذه الحالة، من هما؟ ابتعد عنهما أيها الفتى القط. مهلاً، قال مشغل الصور روبوت. إنهما ليسا صديقي. لا، ما ظننته؟ ليس إلا نسختين رائعتين لهما. ولو لم أفقد دارتي الإلكترونية لكنت واحداً منهم. دارة إلكترونية؟ أتعني هذه؟ دارتي الإلكترونية، لا تكن واثقاً بنفسك كثيراً أيها القط. ستقوم البومة الآلية والزاحف الآلي بوضعك في قفص أيضاً، ثم سأحكم العالم ولن تتمكن من إيقافي. حررنا لنقوم بمساعدتك. ليس من دون قواكما، لا تقلقا، سأحضر لكما المنامة. هل تبحث عن هاتين أيها الفتى القط؟ لا أصدق أن أشياءنا مفقودة. مفقودة؟ لقد تركنا أشياء العرض هنا البارحة، لكنها مفقودة الآن. مفقودة أم مسروقة؟ المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى ثم أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. لا يمكن لشرير الليل أن يأخذ أغراض الجميع. أجل، لن يكون العرض عرضاً دون وجود شيء لعرضه. سيكون مجرد كلام ممل. إذن فلنعد الأشياء. لنركب طائرة البومة. أذنا القط.
شيئاً في الأسفل. العثث، اذلنا هنا. حسناً، سنتبع العثث. قمراً مزيفاً. اهبطي على السطح المنخفض لنلقي نظرة عليه. زينتي! اختفى قالب حلوى السحلية خاصتي. أنا آسفة. وأنا أيضاً، لكن بإمكاننا شراء زينة المعلم فانغ من المتجر المجاور، ما رأيك؟ كونر، ألا تراه مستاءً؟ انظرا، إنها آثار أقدام محاربي نينجا، يعني أن قلب الحلوى بحوزتهم. سنستعيده، أليس كذلك؟ بالطبع. أو لا، بالتأكيد، إنه عيد ميلادك غريغ. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموطن والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. نعم. يتحول غريغ إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار! لنستعد قالب حلوى السحلية إلى مركبة زاحف. ما يميز حفل المعلم فانغ؟ قالب الحلوى! أجل، يسير أثناء نومه. إنه نائم ولكنه يحلم بأنه يتنزه. علينا إعادته إلى الفراش. أجل، لكن لا يمكننا نقله بالسرعة الخارقة أو التحليق به، وإلا سيستيقظ ويفزع. يا مرحى! عيد الدمى المتحركة لونا؟ في أحلامك أيها الزاحف. عثث، أريه ما يمكنك فعله. ليس ظريفاً. بل هو كذلك، إنه أفضل عرض دمى متحركة على الإطلاق. أحسنت أيها الفتى الزاحف. حسناً، إليك الخطة. زاحف؟ زاحف، أنت على ما يرام؟ نعم، لكن عليكم استعادة الدمى. سينقذ المقنعون الصغار الموقف. سرعة القط الخارقة. عثث، عليك بهم. رياح الدمى. عثث، ماذا تفعلين؟ أحسنتما صنعاً. هل الدمى بخير؟ أجل، لكن كاميرون لا، تركناه لأننا ظننا أنك بخطر. من هو كاميرون؟ كنت أحاول استعادة الدمى وحسب. ماذا يفعل كاميرون هنا؟ من كاميرون؟ يسير أثناء النوم. من كاميرون؟ سنعيده للبيت. إنه أهم من الدمى. من يكون كاميرون؟ هيا، إنه يهتم بك. هذا ما يفعله الأصدقاء. لا بأس، سأصل إليه. لا أحتاج أن يهتم بي أحد. لا يبدو هذا أمناً أبداً. كما قلت، لا أحتاج إلى أن يهتم بي أحد. أمسكته. أترى؟ أحاول أن تحميني دائماً لأنني الأصغر، لست طفلاً، أنا أعتني بنفسي. أين الحافلة؟
لقد اختفت. لكن أين هي يا ترى؟ لا بأس، سنتصل بأولياء أموركم لاصطحابكم. اختفت الحافلة، من سيفعل ذلك؟ سنعرف من فعل ذلك وسنستعيدها. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. نعم. يتحول غريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. لنستقل مركبة الزاحف أو طائرة البومة لنرى الحافلة من الأسفل أو سيارة القط. سنتمكن من الانطلاق بسرعة ونلحق بالحافلة. ألا يمكن أن أختار أنا اليوم؟ سأثبت أنني أستطيع تولي الأمور. لا نظن أنك لست قادرا، ولكن حسناً، سنستقل مركبة الزاحف. إلى مركبة الزاحف. كنت أنا سأفعل ذلك. أنا آسف، كنت أحاول أن أساعدك. لا بأس، لا أريد مساعدة. قوة مركبة الزاحف وقدرتها على الالتصاق والتخفي هي ما نحتاج إليه. كونر، أعتقد أن علينا أن نساعده. لكن الأمر جاد أمايا، انظري، أثار أقدام صغيرة. شيء غريب يحدث، علينا أن نعرف ما هو. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. نعم. يتحول غريغ إلى أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. أثار أقدام لمحاربي النينجا، لكنها صغيرة. ربما يكون صغيراً لكنه نينجا، هذا خطر. أجل، إن كان الشخص صغيراً لا يعني ذلك أنه غير قادر على التسبب بمشاكل. انظرا إلي. وإن كان محارب نينجا فسنواجه متاعب نينجا الليل. لست أدري، ربما. محارب نينجا. نينجا صغير. أجل، إنه صغير للغاية وهو ظريف نوعاً ما. ليس ظريفاً، إنه محارب نينجا. إنه يبدو خائفاً. لا عليك، لا تخف. ماذا يقول بك؟ أعطي التذكرة الإضافية. قالت أمي اصطحب صديقك المقرب وأنتما مقربان. أنت لطيف، وبصفتي صديقتك المقربة مستعدة لمساعدتك في تحسين مهاراتك في التزلج. وأنا سأدعك تلعب بألعاب الفيديو خاصتي لأسبوع كامل. شكرا لكما، من الصعب أن أختار بينكما مهما قدمتما. آسف يا أولاد، تم إلغاء العرض. سرق مايكروفون جيدن الذهبي ليلة أمس. لا، إنه يستخدمه دائما وهو مشهور مثله تماما. أجل، ولن يغني بدونه، فإن لم يستعده بحلول الغد لن يكون هناك حفل. أعتذر منكم. لا يمكن إلغاء الحفل بسهولة. مهلاً، انظرا، دليل. جيد، والآن لنكتشف من هو السارق ليبقى الحفل الموسيقي قائماً. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريغ إلى ساحر.
يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. حسناً يا رفاق، يستحسن بنا الاستعانة بمشغل الصور لمعرفة صاحب الأثر. تفضل، أحضرت لك سوار الصداقة. أوه واو، رائع. لكن إن كان يتعلق بتذكرة ال... لا تقل ذلك، أنت صديقي، فلما لا تضع سوار الصداقة؟ أنباء سيئة، علينا تأجيل تحطيم الرقم القياسي في صنع العجة. مستحيل، لكنني كنت متشوقاً لتكسير البيض. أعتذر، لكن لا يوجد أي بيض، لقد فقد. لم يختف البيض من تلقاء نفسه. هناك خطب ما. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس العيون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى دوما. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. لنعثر على البيض ونبدأ العمل. إلى مركبة الزاحف. عجباً، أتلقى إشارة غريبة. لنعرف السبب. هناك رائحة. رائحة كريهة. لنتبع الرائحة. سأضع مركبة الزاحف وأتحرى الأمر. حسناً، ولكن تذكر أين تتركها. سنضيع مركبة كاملة. أضيع مركبة الزاحف؟ مستحيل. هذه هدية من عمتي سينثيا. رائع، مهلا. هل لديك عمة؟ في الواقع لا أذكر أن لدي عمة، لكن يبدو أنها رائعة. تبدو هذه الدراجة مألوفة نوعا ما. أجل، ربما عليك التحقق من مصدرها قبل أن تركبها كونار. مستحيل، لا بأس، إنها رائعة، لم أرى مثلها من قبل. هيا أيها البطيئان. ما الذي يحدث؟ فقد المنطاد، لم يعد هناك. ماذا حدث؟ لا أحد يعلم، اختفى المنطاد بين ليلة وضحاها. كنت أتطلع لركوبه. أعتقد أن الرياح دفعته بعيداً، أو ربما أحدهم قطع الحبال وجعله يطير. صحيح، سنعرف من فعل هذا. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى دوما. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. مهلا، أحضرت العجلة؟ أجل، سوف تفيدنا. ولكنها عادية. ما الغرض من هذا الزر؟ لا أعرف. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى دوما. أجل. يتحول غريغ إلى
يتحول كونر إلى الفتى القط. المقاطعون الصغار! أطير! آسف! أطير! أنا بخير! أطير! الآن وأنت زاحف، لديك عطاس خارق! ولا يجب عليك التحرك في الأرجاء مع هذا العطاس الخارق! مستحيل! أريد أن آتي معكما! لا، عليك البقاء هنا مع مشغل الصور! أيها الفتى القط، إلى طائرة البومة! سوف نتواصل معاً بجهاز الاتصال! اختبار صوت، اختبار صوت. رائع، نسمعك بوضوح. فلنحلق الآن. ماذا؟ لقد ترك الزاحف المقنع وحده. حسناً عثث، سأهتم بأمر هذين المقنعين وأنت اهتمي بأمر الزاحف. البقاء داخل المقر الرئيس ممل للغاية. لونا، يجب أن أخبر المقنعين، لكن إن احتاجا المساعدة سأخبرهما بنفسي. كان ذلك وشيكا. علمي؟ أجل. كيف سأتمكن من صنع نموذج مجموعة شمسية في يوم واحد؟ ما زال أمامي صنع 8 كواكب إضافة للشمس. سأستغرق وقتاً طويلاً. ستنجزه. ركز على جزء واحد كل مرة ولا تركز على جميعها، وسينتهي المشروع دون أن تشعر. متحمسان بشأن الرحلة إلى المرصد الفلكي؟ أرجو الانتباه. تم إلغاء رحلتي هذا الأسبوع إلى المرصد الفلكي، فقد سرق التلسكوب العملاق. هذا غريب، من قد يرغب في سرقة تلسكوب؟ لدينا طريقة لنعرف. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى دوما. أجل. يتحول غريغ إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. صفارة إنذار جهاز الفيديو، ما المشكلة؟ واو، رأيت ما هذا؟ ما شعاع ضوء ذاك؟ أتعتقد للأمر علاقة بالتلسكوب المفقود؟ فلنلقي نظرة عن كثب إلى سيارة زاحف. أراه مجدداً. أجل. أحضر الجميع مشاريعهم، لكن أين كونر والبركان الذي صنعناه؟ آمل أن يكون حذراً، فهو سريع العطب. كونر انتبه، سأتولى الأمر. سنساعدك في الدخول. شكراً، لكني بخير. أرأيتي؟ أنا بخير. أخبرتكما، أنا بخير. كونر، أنت اليوم أخرق جداً، إنك تتعثر بكل شيء. لا. ماذا؟ لست الوحيد. لست وحدي، الكل مثلي، أحدهم وضع السلة بطريقي. إن الخراقة التي حدثت اليوم لا يمكن أن تكون صدفة. يجب أن نعرف من وراء هذا. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف. أوبس.
أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريغ إلى ظاهر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. كنت أتمنى أن نلعب على الأراجيح. أنا آسف أمايا، سوف نلعب المعلمة فانغ وكيك ماجي، معلمي الفنون القتالية. ممتع، سألعب معكما. أنا فلاسي فلاش. مسلسلها مختلف، ليس منطقياً. أعرف، كوني سلوبي، الكلبة المعاونة لفانغ وكيك. لحظة، أتريد أن ألعب دور الكلب؟ لا، بالطبع لا، نريدك أن تلعبي دور الكلب المساعد. انظرا، أدوات صحة اللعب مفقودة. ترى من فعلها؟ لست متأكدا، علينا أن نعرف كما كان سيفعل المعلم فانغ وكيك ماجي. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى روما. أجل. يتحول غريغ إلى أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. أترى شيئا غريبا؟ ليس فعليا. مهلا، هناك. لا، أهذا روبوت روميو ومعه مزلاقة ساحة اللعب؟ على ما يبدو، إلى سيارة القط. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى روما. أجل. يتحول غريغ إلى ظاهر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. لا يوجد دخيل، إنه طائر. رائع. هيا تعال إلى هنا. انظرا، إنه يحبني. لدي قوة الطيور. أيمكن أن يصبح حيوانا أليف؟ الاعتناء بالحيوانات الأليفة ليس سهلا، يحتاج إلى جهد كبير. ما مدى صعوبة الأمر؟ سأسميه بيردي. ها، هل تظنين أن الاعتناء بالحيوانات الأليفة أمر سهل؟ ليس هذا ما أعرفه. شو؟ إن أرادت أن تكون مقتنية حيوان مريعة فلا بأس بذلك. والآن سأقوم بتنفيذ خطتي. هاي بيردي، تعال لا تخف. ها، انظرا، الفتاة لونا تأخذ شيئا من المتحف. بوما، ابقي مع بيردي، سنهتم بلونا. أريد الانضمام إليكما، أيجب أن أبقى مع بيردي؟ أجل، يجب أن تمنحيه مكانا ليعيش فيه. ابني له عشان في المقر الرئيسي. سأفعل لاحقا. ستهرب لونا إلى طائرة البومة. سيكون بيردي بخير وحده. أود الحصول على واحدة. ها؟ ما كان ذلك؟ حافلة مدرسية يقودها أحد محاربي النينجا؟ المزيد من الحافلات خلفها؟
رأيتها. علينا أن نعرف ما الذي يجري. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس يهربون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى دوما. أجل. يتحول غريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. الصغار. علينا أن نعرف سبب قيادتهم للحافلات. صديقي، أعرف موقعهم. انظرا. نينجا الليل؟ الحافلات في المتنزه بجانب مقرنا. لما يحتاجها؟ ثمة سبيل واحد لمعرفة الأمر. هيا. برج الحافلات مرتفع. أيها المقنعون، أليست ليلة رائعة لركن الحافلات في المتنزه؟ نينجا الليل، ما حاجتك إلى تلك الحافلات؟ أعدها حالاً. لا أعتقد ذلك. رحبوا بحصن الغضب خاصتي، أفضل مقر على الإطلاق. المعذرة، لكن مقرنا هو الأفضل على الإطلاق. أعد الحافلات المدرسية إلى مكانها لتقلها الطلبة. أجبروني. سأطير إلى هناك لألقي نظرة عن كثب. جناحي خارقان. نفذت أسطوانات المناديل الورقية. كيف سأصنع صاروخاً الآن؟ استخدم شيئاً آخر. أمايا، هناك طريقة واحدة لصنع الصاروخ، أسطوانات المناديل الورقية. لا غريغ، يمكن فعل الأشياء بأكثر من طريقة. سوف تلهمك زيارتنا إلى المتحف العلمي، يوجد قسم للصواريخ. حقاً؟ رائع. في الواقع لقد تم إلغاء رحلة المتحف. لا، لماذا؟ الأمر غريب جداً. لا خطب في المباني المحيطة بالمتحف، لكن الكهرباء منقطعة فيه. الأنوار مطفأة ولا توجد كهرباء للمعروضات. الأمر غريب فعلاً، ويستحق أن نتفقده الليلة. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى دوما. أجل. يتحول غريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. هذا غريب، الأنوار مضاءة في المتحف. قال الأستاذ لا توجد كهرباء. وهذا ليس كل شيء، انظرا. يا إلهي، إنه مختبر روميو. هو السبب إذن. إلى مركبة زاحف. انتهيت. أجل، انتهت. ممتاز أيها الفريق، أعتقد أن لديكم فرصة كبيرة للفوز في المسابقة. أسمعتما؟ قد تفوز مروحيتنا. لقد كنت قائد فريق رائع. إنه محق، ما كنا سنتمكن من صنعها لولاك. شكرا لكما، لنجربها. ما الخط؟ إنها لا تعمل. هاي، أين الأجزاء الداخلية؟ لقد اختفت، تم أخذ جميع الأجزاء الداخلية. ومن دونها لن ينفع أي شيء للمسابقات الآن. يبدو أن الأجزاء الداخلية من أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالجميع اختفت. لن تختفي وحدها، هناك من أخذها. علينا أن نعرف من فعل هذا ولماذا. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى
يتحول كريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. من الصعب أن نقرر أي مركبة سنأخذها في مهمتنا، كلها رائعة. أنا قائد فريق ممتاز، لذا علينا أن نستخدم سيارة القط. بالتأكيد. هيا بنا. أذنا القط. أسمع شيئاً. أعدها حالاً نينجا الليل. نعلم بأنك تريد أن تثبت بأنك فنان، لكن السرقة أمر خاطئ. أوه أرجوك، وكأنك تستطيع إيقافي. لا، أنا سأفعل. هيا بوما، أعيدي باقي الطلاء، ونحن سنهتم بأمر القطع الفنية. أولاً سأهتم بأمر نينجا الليل. ماذا تفعلين؟ أضع الطلاء في خزان الماء. غطى تمثالي بالطلاء، والآن حان دوره. ماذا؟ يه يه. انتظري. كم هذا جميل أيتها البومة، لكن الطلاء لن يردعني. سأردعك بالمواد اللاصقة. أيتها البومة ساعدينا. شكراً، لكن رش الطلاء كان سيدمر قطع الجميع الفنية. لا تريدين أن يحدث لقطع الجميع ما حدث لتمثالك. لم أصوب نحو القطع الفنية، أردت أن أغطيه بالطلاء. سأنتقم منه بطريقة أخرى. أريد أن أعرف إلى أين ذهب الآن. حتماً يريد سرقة المزيد من القطع. إذن سيذهب إلى مكان مليء بالقطع الفنية. كالمتحف، هيا بنا. أنت وأنت قوما بتلميع القطعة الفنية، وأما البقية فاخفوا جميع اللوحات في المتحف. يا لها من قطعة، يا له من إبداع، يا له من تمثال مذهل. أنا أروع فنان على الإطلاق. هل أرى ما أظن أني أراه؟ إنه تمثال ضخم لنينجا الليل. سأجعلكما تلقيان نظرة عن قرب. خاصية تخفي المرتبة. إنه مذهل. لا، مريع. انزلا، لا أريدكما أن تكسرا هذه القطعة الفنية الرائعة بالخطأ كما كسرتما تمثال فلاسي فلاش. لا يمكنك أن تمسك بنا. لأن سيقانكما أطول من ساقي، يجب أن نلعب هذه اللعبة. هيا حاول. لا يمكنني فعل ذلك، لست سريعاً ولا أجيد القفز أيضاً. هيا جريك، كيف ستمسكنا؟ سأمسك بكما. كيف فعلت ذلك؟ أحصلت على قوة الزاحف في وقت النهار؟ إنه يطفو. إنه خفيف، أيمكن أن يطير؟ ليس إن أوقفه المقنعون الصغار، علينا أن نعرف السر وراء هذا. أنا لا أستطيع، لا أجيد الطيران ولست سريعاً، حتماً سأكون عائقاً. لا غريك، نحن فريق، نحتاج لمساعدتك. أجل، سنحل المشكلة معاً. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بومة. أجل. يتحول غريغ إلى ساحر. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. هذا لا يصدق، كل شيء يطوف هنا أيضا. هيا بنا لننزل الأشياء للأسفل. عجلة القيادة؟ ماذا تفعل
عدد دولاب ومرآة سيارة. ماذا يحدث؟ واو، يبدو أن أحدهم يأخذ سيارات الناس ويضعها فوق بعضها البعض. مهمتنا أن نعرف من الفاعل. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى دوما. أجل. يتحول غريغ إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. سنركب سيارة القط وسنعود للمتنزه. ها؟ ماذا؟ أين هي؟ لنركب طائرة البومة. لا، اختفت طائرة البومة أيضا. ومركبة الزاحف أيضا. كيف سنكون أبطالا من دون المركبات؟ سنستخدم الدراجات. دراجات؟ سنحاول، أنت بارع في قيادتها. دراجتي ملائمة لوقت النهار، لكن الأبطال بحاجة إلى مركبات خارقة. لنجرب ذلك حتى نعرف من سرق مركباتنا. هيا بنا. لا أصدق أننا سنكون أبطالا على دراجة. هيا، سيكون الأمر ممتعا. يهو، انظرا، سأستخدم قبضة الزاحف على دراجتي دون القلق حيال السقوط. حاولي بوما. حسناً، سأنطلق. هاي، ماذا يحدث؟ هاي، توقف، توقف. إنه يقوم برقصة الزاحف. حسناً، انتهى. بواسطة جهاز التحكم عن بعد يمكنني أن أجعل أي شخص يفعل ما أريد، وأنا أريد مساعدتكم. نحن نساعدك؟ هذا مستحيل. لا تقل مستحيل أبداً أيها المقنع. لا، سيطر علي. أراكما لاحقاً أيها البطلان، سوف أخذ البومة للتسوق. لا، أرجوكما ساعداني. لننقذ البومة. هل أنت مستعدة؟ مستعدة؟ مستعدة لما؟ هذا ليس تسوقاً، إنه سرقة. أو أجل، أنا شرير. أحضري لي المزيد من أجهزة التحكم. هذا ممتاز. ها هما. لدي فكرة، إن اقتربنا من المختبر سنتخفى ونتسلل ونأخذ جهاز التحكم الخاص بروميو. خطة رائعة، لكن لدي خطة أفضل. سأقود السيارة تحت البومة وأنت ستقفز وتسحبها. أقفز؟ لكنني لست بارعا في القفز. تذكر زاحف، أنا قائد الفريق، لذا أنا المسؤول. النجدة. لا تقلقي بومة، أنا قادم. سأطفئ قبضة الزاحف الخارقة. لست بارعاً في القفز. ليس ذنبك أنك لم تكن جيداً لخطتي. ما؟ سأفكر في خطة أخرى بسرعة. حان الوقت لتعطيني أجهزة التحكم أيتها البومة، والآن يمكنك أن تستريحي. في الوقت أثار سكك القطار المفقودة، نسيتي؟ إذا تتبعناها سنجد القطار. أجل، هيا. أكان ذلك مختبر روميو؟ بدا كذلك يا زاحف، لكنه كان يتحرك عشوائياً. أنتما انسيا أمره، كونه في مختبره يعني أنه لا يقود القطار، وعلينا أن نعرف من يقوده. هيا هيا بنا. اتفقنا. مهلا.
الآثار. كيف سنجد القطار الآن؟ النظرة الثاقبة. أرى شيئاً في الأفق البعيد، شيئاً سريعاً. ها هو القطار. أرأيتما؟ أخبرتكما أنه سريع. لنرى الآن من يقوده. راديو؟ مرحباً أيها المقنعون الصغار. لكننا رأيناك تقود مختبرك. لم أكن أنا، لا أحد يقود مختبري. لقد أصابه تماس كهربائي وانطلق من تلقاء نفسه. من الجيد أن لدي هذا القطار فائق السرعة لإيقافه. من أين لك بهذه السكك الحديدية؟ المسألة بسيطة، الفضل يعود لاختراعي صانع السكك، إنه يصنع السكك في كل مكان. عجباً، إنه مذهل فعلاً. الاختراع الأروع هو ذلك الموجود في الخلف والذي يفكك السكة. ولكن هذا القطار لا يلزمك، سنعيد المختبر لك. ها، وكأنني سأستغني عن هذا القطار حالما أستعيد مختبري. مستحيل، مستعيناً بأدواتي المخبرية أستطيع زيادة سرعة هذا القطار، وسأغدو أسرع شرير في العالم. قوة لونا، اصنع السحب وضعيها في الخزان. لونا، ما الذي تخططين له؟ يا لها من مفاجأة، علمت أنكم ستسارعون بالعودة إلى أعمالكم الخيرة تلك. لماذا تصنعين السحب السوداء؟ لا يستطيع أحد اللعب اليوم. هذا هو بيت القصيد أيها الزاحف، لا يتسنى لي لعب ألعاب الصيف السخيفة، لذا سأحجب الشمس بسحب الحاجبة كي تعجزوا عن ذلك أيضا. يمكنك اللعب معنا. لمستك. ألعب ألعاب نهارية سعيدة مع المقنعين الصغار المزعجين. اليوم مجرد اختبار، حالما يمتلئ الخزان سأطلق السحب في آن واحد وسينتهي الصيف. سينتهي. سينتهي الصيف، سيكون هذا مريعا. شتت انتباه الفتاة لونا، ثم سأنتشل المغناطيس وأعكسه لجذب كافة السحب للداخل. أوه حقا، تظنك قادرا على سرقة مغناطيس لونا أيها القط؟ حسناً، انظر ما لدي من أجلك. كيف للسحب أن توقفني؟ أعرف كم تكره القطط الماء، لذا هذه سحب مطرية. قوة لونا، أرسل السحب إلى الفتى القط. اطمئنا، سنلتزم بالخطة، أستطيع تولي الأمر. حسناً أيها القط، كن قوياً. أعجز عن تولي الأمر. السحب، أمطري على الفتى القط. أينما ذهب؟ لا لا يا فتى القط، ماذا تفعل؟ نحن نحتاجك. علينا الحصول على مغناطيس لونا. روميو أخذ كل الكتب. سأوقفه بحركات فلاس فلاش. أرجلي، دمري. ها ها. يبدو أنك لا تجيدينها كما يجب. ما المشكلة في حركاتك المذهلة؟ لا بأس بها، لكن حركات شغلبة فلاش ستفاجئ روميو عندما أجيدها. حسناً، لنكتشف ما هي وجهة روميو التالية. أين توجد الكثير من الكتب؟ في مكتبة المدينة. يا للهول، إنها تحتوي على بعض أثمن الكتب في العالم، يجب أن نوقف. هيا، فقد يسرق روميو كل كتب فلاس فلاش من المكتبة. أنت أيها الرجل المعدني، عما قريب سأكون موضوع كل كتب المدينة. أنت أحد أفضل اختراعاتي حتى الآن. شكراً يا سيدي، أحبه. روميو، روميو عبقري. لننطلق إلى المكتبة. ممتاز، الباب مغلق، إذن لم يصل روميو بعد. زاحف، تسلق إلى أعلى، وعندما أربط قدمي اقفز بسرعة وأطح بالروبوت. حسناً أيها الفتى القط، قبضة السحلية. تمويه الزواحف. أيتها البومة، استع
استعملي نظرك لتحذيرنا عند اقترابه. هذا مهم. لا تقلق ابدا، دعه لي. جناحي الخارقان. حسنا، سانتظر اشارتك. بحث فلاسي فلاش في المدينة. ذلك الشرير لا يمكنه أن يضاهيها بفنونها القتالية الرائعة. الركلة القوية. الصغار شاهدوني وأنا أحصل على حقيبة نفاثة. الحقيبة نفاثة؟ لما تريدها؟ أتعتقد أنني سأمشي في المكان بينما أحكم العالم؟ مستحيل، بل سأحلق في الأرجاء. أو كما أنني سأنفث الروائح الكريهة عبر مداخن البيوت كلها باستعمال جهاز نفث الروائح. سينشغل الجميع في محاولة إزالة الروائح الكريهة، ولن يتمكن أحد من منعي من الاستيلاء على العالم. ستكون هذه كارثة. يا صديقي، علينا أن نوقف قفازي الملاكمة. قفزة القط الخارقة. وأنا سأحجب الرؤية عن روميو. أنت ماذا تفعلين؟ ستعرف فورا روميو. ماذا؟ والآن سأقضي عليك بلمسة بسيطة لإعادة تصميمك. عضلات الزاحف الخارقة. زاحف احذر! بدأ ينزلق! قبضته السحرية الخارقة! رائع! انظرا! يمكن تحويل هذه القطعة التي من الجرافة إلى عصر قفز رائعة! إنها عصر قفز كبيرة! سأصلح جرافتي وأريكم أيها المقنعون الصغار! الزينة كانت جميلة وكثيرة! لا يمكنها أن تختفي، لابد أن أحدهم أخذها في الليل. كيف لأحدهم أن يصل للأعلى؟ إنها مرتفعة. سنكتشف ذلك، ولكن بدون زلاجات الجليد. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس رائعون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارهم. أجل! يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى بوما. يتحول غريك إلى ساحر. من أخذ الزينة صعد للقمة، ونحن بحاجة لبلوغها. هيا إلى طائرة البومة. غدا ولن يجد الناس هدايا ليفتحوها. ثلاجة الاختبار خاصتي. ها، تقريبا أمسكته. وها، هل تريد جولة رائعة روميو؟ استخدم عضلات الزاحف الخارقة لدفع مختبرك على عجلات. لا يتعلق الأمر بالمرح وحسب، رغم أنه ممتع. بينما تنزلقون وتسقطون في كل مكان، سأقوم بالسيطرة على العالم بأسره. سيسيطر روميو على العالم بأسره؟ ما
إنه منحدر. لا يمكنني العبور، يجب أن نهبط. علينا إيقافه قبل أن يجمد شيئاً آخر. إنه زلقاً للغاية. شكراً لك. هاي، ربما علي مطاردة روميو، فقدماي لاصقتان. مهلاً، لدي خطة ستنجح. لكن خطتي اللاصقة س... أحتاج بعض المساعدة، هيا إلى الطائرة. أفترض أنها قابلة للتأجيل. بسرعة، اعثري بنظرك على روميو، ثم احرصي على ألا يرانا أنا والزاحف. هيا بسرعة. النظرة الثاقبة هنا. حسناً أيها الزاحف، سأتسلل إلى المختبر من أسفل، وأنت من الأعلى، ثم سنسيطر عليه قبل أن يعلم روميو بوجودنا. قفزة القطب الخارقة. لماذا ستأخذون الفراشات؟ لما لا تأخذ شيئاً رائعاً وقوياً كالأسد؟ النظرة الثاقبة. هناك. ها؟ فراشة؟ حتماً هربت من لونا. لنجعلها تتبعنا. هيا يا فراشة، طيري معي. هيا، سنذهب للبيت. ألوان رائعة أيتها الفراشة. أيها يعجبك، هذا أم هذا؟ هذا يستغرق وقتاً، نحتاج سرعة القط الخارقة. هي، ما الذي حدث؟ أمسكتك. ماذا؟ كنت قاسياً جداً معها، أخرجها حالاً، لا تجعلها بائسة. إنها أفضل طريقة لإعادتها، وهناك المزيد، انظرا. حسناً، لنحاول مساعدة الفراشات. هيا، تعالي. أجل، هيا. هل تحبين الأحمر، الأخضر، الأزرق، أم جميعها؟ سرعة القط الخارقة. واحد، اثنان، ثلاثة. أجل، يا للروعة، أصبحت بارعاً. ماذا؟ ما بك، فلتكن رقيقاً، أنت تجعلها تعيس هكذا. لكنني أساعدها. الآن، أين لونا مع باقي الفراشات؟ انظرا، أليست هذه عثثها؟ ديري بعيداً، لم أعد بحاجة إليك. هيا يا صديقي، لننطلق. حسناً، أذنا القط. أجل، مؤكد الفتاة لونا في مكان ما في الجوار. سأجدها. ها هي، رأيتها أولاً، فزت. أنا سمعتها أولاً، أنا الفائز. توقفا أنتما الاثنان، كلاكما تعاقبتماها، أنتما متعادلان. لا تعادل، بل نتسابق. وجدتها، من يصل هناك أولاً يفوز. هل يجب أن نتسابق الآن؟ الزاحف محق، لا فائدة من ذلك. سأفوز بسهولة بسرعة القط الخارقة. هذا مستحيل، جناحي الخارقان أسرع بكثير، سأفوز بسهولة. ماذا؟ لا أظن هذا. استعد لتراني وأنا أفوز مجدداً. سرعة القط الخارقة. بسرعة النمر، يتجه الفتى القط إلى السطح ويتفوق على البومة بسهولة. مستحيل، وصلت هنا أولاً. مستحيل، ليس مهماً الفوز، يجب أن نعرف ما تخطط له الفتاة لونا.
انخفضا، السفارة معها. أوثر انقسمي نصفين، مستعدة؟ اجهزي. أوثر التشكيل الأول. أسرع، لا أريد أي فاشلين هنا. ستكون جميع الدمى في متجر الدمى لي قريبا. حسناً، الفريق الذي يحضر أكبر دمية هو الفائز. أولاً، الفريق الأول. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. أجل! يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى دمى. يتحول غريغ إلى المقنعون الصغار. لنركب سيارة القط، إنها الأسرع. ستستعيد صوتك قريبا. أذنا القط. من هنا. ذاك مختبر روميو، وتلك هي الآلة التي سلبت صوتك. لنتسلل من الخلف. رائع، روميو لا يعلم بوجودنا. مرحبا أيها الوسيم، إنها فرصتنا. استخدم قبضة الزاحف لتنزل للأسفل وتتسلل إلى المختبر. هذه أسهل مهمة حتى الآن. أمسكها أيها الزاحف. افعل ذلك. افعلها. المقنعون المزعجون. أذنا القط. لا، ليس أنا. أسمع شيئا. من نجم البرامج التلفزيونية الآن؟ أنا هو. رائع، والآن خذ لقطة جانبية. إنه سيف المعلم فانغ، هيا أعده حالا. أوه، إنه الفتى القط الصغير. انسى الأمر، يمكنني استخدام هذا السيف بشكل أفضل من ذلك المعلم الفاشل فانغ، وهذا يعني أن برنامجي سيكون أفضل. أيها الفتى القط، ما الخطة؟ سرعة القط الخارقة. أنتم أيها المقنعون الصغار لستم على طبيعتكم هذه الليلة. إنه غاضب للغاية، حتى إنه لم يخبرنا بخطته. ماذا يريدنا أن نفعل؟ لا أدري، دعنا نساعد. تخطي الزاحف الخارق. نينجا تحركوا. القذيفة اللاصقة. حان وقت برنامجي التلفزيوني الخاص، ولن يكون هناك تذاكر لتماثيل المقنعين العاجزين عن التصفيق. لن تفلت بفعلتك. حقا، لكن ها أنا أفلت بفعلتي الآن وداعا. إلى اليسار، إلى اليمين. سأحرركما. رجل آلي
عرفت أنه روميو. لا تقلقا غريغ وأمايا، الفتى القط سينقذكما. أذنا القط، أين هو؟ حتما فقدته في مكان ما. وجدته، أنا متأكد من أنه كان في جيبي. روميو، ماذا فعلت بصديقي؟ إنهما هنا، لكنهما يعملان عندي الآن. ماذا؟ البومة، الزاحف، ابتعدا عن روميو. لن نفعل، نحن نطيع روميو فقط الآن. هناك شيء غريب يحدث. أفتحت؟ ليس هناك ما تراه. حقاً؟ لنحاول تسليط بعض الضوء على هذا اللغز. الكران، ماذا؟ غريغ، أمايا، أمسك بنا عندما كنا نلعب خارجاً. كان ذلك سهلاً من دون قواهما الخارقة، ولكن في هذه الحالة من هما؟ ابتعد عنهما أيها الفتى القط. مهلاً، قال مشغل الصور روبوت إنهما ليسا صديقي. لا، ما ظننته ليس إلا نسختين رائعتين لهما، ولو لم أفقد دارتي الإلكترونية لكنت واحداً منهم. دارة إلكترونية؟ أتعني هذه؟ دارتي الإلكترونية، لا تكن واثقاً بنفسك كثيراً أيها القط. ستقوم البومة الآلية والزاحف الآلي بوضعك في قفص أيضاً، ثم سأحكم العالم ولن تتمكن من إيقافي. حررنا لنقوم بمساعدتك. ليس من دون قواكما، لا تقلقا، سأحضر لكما المنامة. هل تبحث عن هاتين أيها الفتى القط؟ تمثال القمر هذا ممتاز، لماذا لم تحضريه لي أيتها العثاث؟ سأخذه معي وسأجعلك تعيدين جمع تلك الأشياء الرديئة. ها. هل سمعتي؟ ستعيد الأشياء إذا حصلت عليها. رائع، كان عليك أن تعطيها لأحد بأي حال. أجل، وهذا سيشعرك بإحساس رائع، لا شيء أفضل. إنها ما يحتاج إليه عرين لونا الجديد، إنها مدهشة، إنها جميلة، إنها... ماذا؟ إنها بومة الاحتفاظ بالفعل. بسبب هذا سأحتفظ بكل شيء سرقته وسأخذ المزيد، سترون. لقد حصلت عليها، مرحبا. علينا إيقاف الفتاة لونا. سنفعل، لا مشكلة، أينما تذهب لونا سوف نتبعها. هيا تتجه نحو المتحف. أيها المقنعون، لنتحرك. شيء من هذه الأشياء رائع كروعة تمثال القمر. استمري بالبحث أيتها العثاث. ألا يمكنك إعطاؤها ما تريده؟ لا، بومة العطاء ملكي أنا. حسناً، لنجرب هذا إذن. سرعة القط الخارقة. هيا أيتها العثاث، نحن لا نملك اليوم. ماذا؟ هاي، ماذا يحدث؟ إن الأبواب كلها مغلقة لونا. احتجزناك. مستحيل، لوحة لونا. لا، أتعلم ما يميز حفل المعلم فانغ؟ قالب الحلوى. أنتما يا محاربي نينجا. وها هم المقنعون الصغار، هل أتيتم لإبداء إعجابكم بقالب الحلوى خاصتي؟ إنه ليس لك، إنه للزاحف. ما عاد كذلك، إنه حفلي. وأنتم لستم مدعوين، حان وقت ألعاب الحفل. لا يمكنك إقامة حفلة لك بقالب الحلوى خاصتي.
هاي، نستطيع هزيمتك بإحدى الألعاب. أنتم ماذا؟ لنلعب المطاردة العمياء. كأنكم تستطيعون هزيمتي، لكن إن أردتم المحاولة سنلعب تمرير الهدية. أريد المطاردة العمياء. لا، هذا حفلي وأنا أختار اللعبة. لن ألعب إذن. جيد، لم أشأ ذلك على أي حال. هيا أبقيه منشغلاً وأنا سأحضر القالب. أوه، أنا والزاحف نريد أن نلعب. وسوف تخسران. محاربي نينجا، أحضروا الهدية. حسناً، سنمرر الهدية حتى تتوقف الموسيقى، والشخص الذي يحملها يزيل الغلاف. أي موسيقى؟ ها ها ها، توقفت الموسيقى. يا لحسن حظي. حسناً، الجولة الثانية. به وإلا سيستيقظ ويفزع. يا مرحى! أعيد الدمى المتحركة لونا. في أحلامك أيها الزاحف. عثاث، أريه ما يمكنك فعله. هاي، ليس ظريفاً. بل هو كذلك، إنه أفضل عرض دمى متحركة على الإطلاق. أحسنت أيها الفتى الزاحف. حسناً، إليك الخطة. زاحف، زاحف، أنت على ما يرام؟ نعم، لكن عليكم استعادة الدمى. سينقذ المقنعون الصغار الموقف. سرعة القط الخارقة. عثث عليك بهم. رياح الدمى. عثث، ماذا تفعلين؟ أحسنتما صنعاً. هل الدمى بخير؟ أجل، لكن كاميرون لا، تركناه لأننا ظننا أنك بخطر. من هو كاميرون؟ كنت أحاول استعادة الدمى وحسب. ماذا يفعل كاميرون هنا؟ من كاميرون؟ يسير أثناء النوم. من كاميرون؟ سنعيده للبيت. إنه أهم من الدمى. من يكون كاميرون؟ حتما سيكون دمية رائعة. ستوقظه، لننقذها. لا ترمي بالدمى على الأرض. انظرا كم هي رائعة. نعم أيتها الدمى، ارقصي قليلا ثم لوحي لصديقاي. لا توقظي شخصا يسير أثناء النوم. ربما لن أوقظه، لكنني سألعب معه. تعال إلى الفتاة لونا أيها الفتاة الدمية. لا، أضعناها. لو ركبنا سيارة القط للحقنا بالحافلة. أو لو ترنا بطائرة البومة لعرفنا أين ذهبت. أذنا قط. النظرة ثاقبة. حتما هناك شيء يمكنني فعله. أرى شيئا يتحرك بسرعة نحو ساحة المدينة. ألحقوا بها. انتظر زاحف. اسمعي، الحقي بالزاحف. سألحق بك بسرعة القط الخارقة. تخفي مركبة الزاحف. يه 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 نينجا الليل. هي اها، إنه أصغر المقنعين. لا يمكنك أخذ حافلة المدرسة. كيف سيعود الجميع إلى منازلهم؟ لا يهمني. أنتم أيها المقنعون الصغار تمسكون بي دائماً باستخدام مركباتكم المريعة. أصبح لدي مركبة خاصة، وستكون أسرع وأقوى وأروع مركبة على الإطلاق. لن تكون قوية كقوة مركبة الزاحف. إنها أفضل بكثير من تلك المركبة الخضراء اللزجة التي تنتقل بها. مستحيل. أيمكنها الالتصاق بالجدار هكذا؟ ربما لا، لكن الالتصاق بالجدار ليس رائعاً جداً. ليس إن أصابتها القذائف اللاصقة. أيها النينجا المزعج. محاربي نينجا، أنا وحدي أضحك الضحكة الشريرة.
أترى أيها الزاحف؟ لا يمكنك أنت ومركبتك الرديئة إيقافي. أيها الزاحف، أنت بخير؟ لماذا ذهبت وحدك هكذا؟ لا يمكنني الاعتناء بك إن وقعت في ورطة. إنه محارب نينجا صغير. أجل، إنه صغير للغاية. وهو ظريف نوعاً ما. ليس ظريفاً، إنه محارب نينجا. إنه يبدو خائفاً. لا عليك، لا تخف. ماذا يقول باعتقادك؟ لا أعلم، ربما يحتاج للمساعدة. إن كان يواجه مشكلة فعلينا مساعدة. لا، حتماً أرسله نينجا الليل. أتذكر ماذا فعل في المدرسة؟ لكنه يبدو تائهاً، ربما كان تائهاً في المدرسة وتاه هنا الآن. لماذا أنت هنا معنا؟ أنت تائه بالفعل؟ إنه لا يفهمك أيها الفتاة. أو ربما يحاول أن يخدعنا. لا جدوى من التحدث إليه، علينا أن نخرجه. ها؟ ما يبدو أنه أحبك. لا، ابتعد، ابتعد. تعال، يجب أن تذهب الآن. توقف، لا نلعب المطاردة. أين ذهب؟ حقاً؟ أمسكتك. أتعلم؟ أعتقد أنه يريد أن يمرح معك. أجل، لما سيلعب معك إن كان يخطط لشيء؟ المقنعون الصغار. حسناً يا رفاق، يستحسن بنا الاستعانة بمشغل الصور لمعرفة صاحب الأثر. تفضل، أحضرت لك سوار الصداقة. أوه واو، رائع. لكن إن كان يتعلق بتذكرة ال... لا تقل ذلك، أنت صديقي، فلما لا تضع سوار الصداقة؟ أظنك محقة صديقتي، أنت الأفضل، أليس كذلك؟ طبعاً، إنه سوار جميل، لكن أهو أفضل من هذا؟ قط، وهو أزرق، شكراً لك. لكن علينا معرفة صاحب الأثر الذي وجدناه، إلا إذا كان معكما شيء آخر. أظن أنني أحمل. انتظر، أحتفظ دائماً بوجبة خفيفة وهي المفضلة لديك. الخوخ. لا شيء يضاهي الخوخ. مالاً، يمكنني التفوق عليها. لدي شيء آخر لك. حقاً؟ ما هو؟ أوبس، أفسدت طبعة القدم، لكن التذاكر سليمة. لا تقلق، سنجد شرير الليل ذاك بطريقة أخرى. أجل، مؤكد، سنركب طائرتي للبحث. رائع، المزيد من الهدايا؟ أذنا القط. أحدهم يستعمل مايكروفوناً. قفزة القط الخارقة. حياة خارقة. قبضة الزاحف الخارقة. هناك. بريق مايكروفوني الذهبي. زاحف، الرائحة كريهة هنا، علينا مغادرة المكان. لندخل المركبة. أين هي؟ أنت لم تضيعها صحيح؟ طبعاً لا، لكن مرحباً أيها المقنعون الصغار. أم علي القول المقنعون المقززون؟ سأشغل آلة العفن. تأهبوا للرائحة المقززة. يمكننا التعامل مع الرائحة. لسنا بحاجة إلى مركبة زاحف لردع روميو. رائحة البيض أصبحت أسوأ. طبعاً أيها الفتى القط الصغير، فآلة العفن تعمل على إفساده أكثر وأكثر.
علينا الاحتماء داخل المركبة. أين هي؟ يعني لسنا بحاجة لذلك. اختبئوا بهذا الشكل أو يعني هكذا أو هكذا أو ربما هكذا. اختبئا فقط. أوه لا نملك خاصية التخفي. علينا أن نخرج من هنا. أركضي. المقنعون الصغار المساكين، لا يمكنكم تحمل رائحة البيض الكريهة؟ التخفي خطة جيدة، لكن علينا دخول مركبة الزاحف لتنجح. أين هي؟ هناك. سأحضر كمية أخرى من البيض الفاسد خلال وقت قصير أيها الحمقى. لا أدري إلى متى سأتحمل رائحة الكريهة. روميو لا يشمها لأنه يجلس داخل مختبره. ولو كنا داخل مركبة الزاحف. هيا زاحف قدنا إليها. لكن لسنا بحاجتها لأننا زاحف ما الذي تفعله؟ البيض الفاسد أصبح جاهزا. خطرت لي فكرة. ماذا؟ كيف لهذا أن يوقف البيض الفاسد؟ يا إلهي أعتقد أنني سأمشي من الآن فصاعدا. أرأيت براعتي في الطيران؟ راقبيني أيتها البومة، ستتعلمين من خدعي. خدع؟ لكنك كنت تسقط. أجل أنا بارع في قيادة العجلة، طيراني سيساعد الفريق. طيرانك؟ أنسيت أن هناك شخصا آخر يطير؟ هيا يا صديقاي مهاراتكما في الطيران ستساعد الفريق. طلاء جميل أيتها العثث، لم يعد هناك رحلات بالمنطاد لأطفال النهار التافهين. هذا المنطاد أصبح لي الآن. هما بالمراقبة، سوف أطير الآن وأحضر المنطاد. نحتاج طياراً محترفاً. اطمئني أيتها البومة، أترك الأمر لي، مع مهاراتي في الطيران الأمر سهل. حقاً؟ صديقاي لا تتجادلا، يمكنني أخذ المنطاد بواسطة خاصية تخفي الزاحف. التخفي رائع، لكن ليس بمقدار روعتي بالطيران. شاهدا أيتها الفتاة لونا، اتركي المنطاد. إنه القط الصغير، أتريد استعادة المنطاد؟ حسناً تفضل وخذ. لا بأس أنا بخير. أن القط وقع في المسيدة. يا إلهي أيها الفتى القط، هل أنت بخير؟ أجل كما قلت هذا سهل. لما لا تستخدم سرعتك الخارقة لإلهائها وأنا أقوم بالطيران لأخذ المنطاد؟ لا سأتولى الأمر، طيراني الرائع سينقذ الموقف بالتأكيد. انتبهي جيدا، ربما أحد الأشرار. الزاحف؟ ظنناك أحد الأشرار. أردت إخباركما بأن الفتاة لونا تتجه نحو المدرسة. لما لم تستخدم جهاز الاتصال؟ ظننتكما بحاجة للمساعدة. لن تتخلص من العطاس إن لم تبقى داخل المقر. أنا أعرف ذلك، سأعود الآن. حسناً سنتجه للمدرسة. حذرنا إن رأيت شيئاً. يعني أن لونا هنا. إنها في الخارج، سأخبر المقنعين، لكن إن لحقت بها سأعرف ماذا ستفعل. هذه فكرة أفضل. هي يجب أن أتبع تلك العثة وحتما ستقودني إلى لونا. انتظريني أيتها العثة. اتركي
ذلك هو التلسكوب المفقود الذي نبحث عنه؟ لنتحقق من هذا. سيدي لديك زوار. أها المقنعون الصغار، هل تبحثون عن تلسكوب؟ لما سرقته يا روميو؟ أليس واضحا؟ أحتاج إليه من أجل جهاز ليزر الفضاء. ها؟ ليزر فضاء؟ رائع! أعني ما الذي تضمره؟ سوف أنحت صورتي على وجه القمر. على القمر؟ سأختار هذا الجانب، وسيم جدا صحيح؟ هذا أكيد، وسيعرفني الجميع بعد أن أتمكن من السيطرة على العالم. بعد أن تتعلم كيفية تصويب الليزر بدقة. أنا أعمل على ذلك. لا يمكنك تغيير القمر، لذا أعد لنا التلسكوب. قطة سخيفة، بوسعي أن أفعل ما أشاء. حقا؟ أوقفهم أيها الروبوت. أيها الزاحف، ساعده ليتخلص من الروبوت وسأمنع روميو من استعمال الليزر. إلى اليسار قليلاً. سوف أريك. زاحف، افعل شيئاً. أفعل ماذا؟ لن أوقف الليزر والروبوت في آن واحد. إلى اللقاء أيتها العصفورة. انتظرني يا سيدي. هيا لنلحق به. حاولوا أن تلحقوا بي أيها المقنعون المزعجون. أوه تشبث أجل. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريغ إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. أنا بخير، أرأيتما؟ لنشاهد المشاهد المسجلة من أحداث اليوم. هناك شيء يجعلهم يتصرفون هكذا، ما هو؟ لا أدري، لكنه شعور فظيع أنك أخرق. أنا بخير. انظرا في الجانب الآخر من المدينة. هذا قرب المكتبة، إلى سيارة القط. أنا أستقل سيارة زاحف. أجل، تبدو غير مستقر الآن. مستحيل، تعمدت الدخول هكذا، إنه أسلوبي الجديد. ابتعدي أيتها الحاوية. ليقض شخص آخر. لا أعرف لما تعتقدان أنني أخرق، سأسيطر على الوضع. انظرا، إنه مختبر روميو. أها. المقنعون الصغار. أترى شيئا غريبا؟ ليس فعليا. مهلا، هناك. أوه لا، أهذا روبوت روميو ومعه مزلقة ساحة اللعب؟ على ما يبدو، إلى سيارة القط. ها هو المقنعون الصغار. المعلم فانغ مستعد للقتال، وكذلك كيك ماجي. لكن استسلم روميو، لن تفلت. أنا لا أحاول الهرب. بالضبط، ما
أهلا، ماذا؟ ما هذا؟ مرحبا، أنا روبي. لا تكن مهذبا مع المقنعين الصغار، لكنهم يبدون لطفاء. هذا آخر اختراعاتي، صديقي الروبوت المطور الجديد، سيساعدني في أعمال الشر. ماذا فعلت بأدوات ساحة اللعب؟ لست من فعل ذلك، لما لا تسألونه؟ هذا الروبوت مصنوع من جميع المعدات المفقودة، إنها هنا. هل يقوم روبوتك القديم بصنع روبوت جديد؟ لماذا تريد صنع روبوت آخر؟ لا أعلم، ربما أصيب بالجنون لأنه لا يصغي لأي شيء أقوله. هذه مهمة المعلم فانغ وكيك ماجي، هيا بنا. لكن بقوة قبضة المعلم فانغ الهائلة آمرك بالتوقف، إلا إن كنت تريد أن تواجه ركلة قوية. زاحف؟ أحتاج تمارين الإطالة أولاً، أعد معدات ساحة اللعب. لا، هذا الروبوت هو صديقي الحميم الجديد. كيك، إنه يهرب. هيا بنا أيها المعلم فانغ. لحظة، انتظراني، انتظراني. نعلم أنك أخذت شيئاً من المتحف، ما هو؟ أخذت شيئاً بسيطاً من أجل عريني. دربتك تماماً، انتهت المرحلة الأولى، لم أعد بحاجة إلى هذا. أوه لا. أنت مستعد؟ أمسكته، لكن لماذا رمت؟ أظن أنها تنوي فعل شيء ما، أو ربما هي خرقاء. هيا لنرجع، سأعود إلى بيردي. أثار حيوانك الأليف الفوضى في مقرنا. لكن لما فعلت هذا؟ ربما لأنك تركتيه وحده. لاينل يحدث الفوضى دائما حين لا أعره الكثير من الانتباه. ظننت أن الحيوانات الأليفة مسلية. إنها مسلية وتحتاج إلى تدريب وتمرين والكثير من إنها الفتاة لونا في حديقة الحيوانات. هيا بنا، فلنذهب. لكن ماذا عن بيردي؟ سأخبرك، سيأتي معنا، سوف أقوم بتدريبه ونحن في الطريق. لا يمكنك اصطحابه أثناء المهمة. سيكون بخير، صحيح؟ تشو تشو، توقفي لونا، دعي الفراشات وشأنها. يا إلهي، إنهم المقنعون، جاءوا لإفساد متعتي مجددا. هيا عثث، لنخرج من هنا. غريب، ليس من السهل إخافتها عادة. هيا، يمكنك العودة إلى الداخل. الآن بيردي، أنت تخيف. هاي. حسم الأمر نينجا الليل، سنقضي عليك. المعذرة، هل قلت شيئاً؟ الجلبة في حصني منعتني من سماعك. الدفاع بالأبواق قوي جداً، علينا تزويد مقرنا به. لماذا؟ لا نحتاج الصخب، لدى مقرنا سبل كثيرة لردع النينجا. رفيقاي، لنستخدم مركباتنا لوضع حد لحصنه. هذا ممكن، أو بإمكاننا استخدام مولد ضجيج لنوقفه. ولكن امتلاكه لواحد لا يعني أننا نحتاجه. إلى سيارة القط. متى ستعترفون بروعة حصني أيها المزعجون؟ هيا اعترفوا، قولوها. مستحيل، سوف نستعيد الحافلات. أيها القط، سأقوم بإخلال توازن سائر الحافلات بضربها. فكرة سديدة زاحف، وسأحرص على ألا تتضرر. السماء تمطر قذائف لاصقة، قذائف لاصقة، قذائف لاصقة. استمع لهذا الصوت الصاخب يا نينجا الليل، إنه مواء القط. ها هو الذيل.
حصني معزز بقوة النينجا. عليكم أن تبذلوا جهداً أكبر لإسقاطه. آسفة فعلاً، لم أعلم أن الصوت سيحرف مسارك.